الثلاثية هي الفرقة عن الناس، فرقة عن طبعا السنة والجماعة، السنة والجماعة. وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وهذا خاص بوقت الاحتضار، قرب الأجل، يكون المؤمن في سرور، تبشره الملائكة، تنزل عليه وتبشره، فيحب لقاء الله. وليس المراد ذلك في حال الصحة والاختيار، فقد قالت أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها: كلنا نكره الموت. قال: ليس الأمر ذلك، وإنما هو وقت الاحتضار. من أحب لقاء الله في ذلك الوقت أحب الله لقاءه، والمؤمن يحب لقاء الله في ذلك الوقت لما يرى من الخير ويسمع من البشائر، الذي قال الله عز وجل: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآيات. فهذا مما يجعله يحب لقاء الله. وأما أهل الإجرام فإنهم في هذه الحالة لا يحبون لقاء الله، لأنهم لا يبشرون إلا بالعذاب والعقوبات البرزخية والأخروية، فهو لا يحب لقاء الله بل يكره ذلك، والله يكره لقاءه. وما ذلك إلا لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، فمن تزود من صالح الأعمال واستمر على ذلك فإن الله يثبته، والملائكة تنزل عليه في كل وقت من الأوقات الضيقة الحرجة وأحرج الأوقات عند الاحتضار. فيحمل الحديث على هذا الوقت. نعم.